بنتي. بمد ايده على اليافطه بتصير مشكلتي معه. انه مشان تكمل معي انسرقت. عابد فهد يهاجم كاريس بشار كذابه ومصلحجيه. خلاف حاد بين عابد فهد وكاريس بشار، هاجمها بقوة وجورج خباز يتدخل. لا يزال مسلسل النار بالنار الذي يعرض في شهر رمضان المبارك يتصدر حديث الجمهور والمتابعين نظراً للقصة الجريئة التي يطرحها وأحداثه المميزة والتي تتصارع في كل حلقة لتقدم للمشاهد حلقات تفوق التوقعات، بالإضافة إلى الأداء المبهر لأبطال العمل أبرزهم الممثلين السوريين عابد فهد وكاريس بشار والممثل اللبناني جورج خباز ونخبة من أهم نجوم التمثيل بين لبنان وسوريا. كنا بدنا نسافر سوا ويعملوا لهم شمل. وفي الساعات القليلة الماضية تصدر مشهد جمع عابد فهد وكاريس بشار وجورج خباز حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أقدم عمران الذي يجسد دوره عابد فهد على مهاجمة مريم التي تلعب دورها كاريس بشار في المشهد، معتبراً أنها وعدته بالزواج منه إلا أنها واجهته واندلع الخلاف بينهما، فما كان من عابد إلا أن حاول ضرب كاريس وخنقها. هذا التصرف أثار غضب جورج خباز في العمل والذي يلعب دور عزيز، حيث سارع إلى الدفاع عن كاريس بشار مهاجماً عابد فهد فقال له: إذا بتمد إيدك علي بكسرة، ما أدى إلى خلاف حاد ومواجهة بين عمران وعزيز. عمران! أنا روحك بدينك يا عمران! روحي! إذا بتمد إيدك علي بكسرة سينا شو عمل لك؟ هذا المشهد نشره حساب شركة الصباح للإنتاج عبر تويتر، حيث علقت عليه بالقول: إبليس اللي جوات عمران طلع، فتفاعل معه الجمهور بشكل واسع، حيث علقت إحدى المتابعات قائلة: الله يحن عليك يا عمران، سامح مريم، حرام، هي قلبها طيب ومعترة. ليسارع عابد فهد بالرد على هذه المتابعة قائلا: كذابة مصلحجية، أنا بفرجية، هلأ بتشوفوا يا حرام الشوم. بعرف إنه جوا، أنا متأكد إنه هي عندك، إلا تطلع بالتي هي أحلى. على صعيد آخر، كان الممثل السوري عابد فهد عبر عن إعجابه بأداء الممثل اللبناني طارق تميم والممثلة اللبنانية ساشا دحدوح في مسلسل النار بالنار، حيث أشاد بالأداء المميز والاحترافي لهذا الثنائي، إذ كتب في تغريدة على حسابه عبر تويتر: يا سلام يا قمر ويا جميل، مشهد بيع المكتبة شرط قلبي فنياً، أداء رائع، برافو. هول مصرياتك، بدنا البيانو. وينو عزيز لحتى يبصم على الاستلام والتسليم؟ كلام عابد فهد استدعى رداً مباشراً من ساشا دحدوح التي أعادت نشر التغريدة على حسابها عبر تويتر وعلقت عليها بالقول: شهادة بفتخر وبعتز فيها من فنان عظيم وقيمة فنية كبيرة منشوف حالنا فيها، شكراً من قلبي. مضيفة: وعمران خفف علينا شوي، الله يستر من اللي جاي، في إشارة منها إلى الدور الذي يلعبه عابد فهد في المسلسل عينه.